لهم غير الحياة منذ غنيت لهم أناشيدي، ولكني حين وصفت لهم الحياة لم أصفها لهم من نواحيها القريبة الواضحة، وإنما وصفتها من نواحيها البعيدة الغامضة المحجبة بالضباب. بكي يا جيران أكتوبر 1984 نحتفل بمرور 50 سنة على وفاة أبي القاسم الشابي، ونحتفل بهذه الذكرى تحت سامي إشراف المجاهد الأكبر رئيس لحبيب بورقيبة وفي توزر بالذات. وهذه الذكرى التي نعتبرها هامة جدا نظرا إلى مكانة أبي القاسم الشابي في الأدب التونسي والأدب العربي بصورة عامة، ونظرا للملابسات التي حفت بظهور هذا الشاعر في فترة هامة من تاريخ البلاد. ولا يمكن بأي صورة من الصور أن نجرد أبي القاسم الشابي عن الظروف التي حفت بعمله الأدبي وبالمناسبات، ولو أن شعره ليس بشعر مناسبات التي قال فيها الكثير من قصائده. وهذه الظروف يجب أن نذكر بها، لأن الفترة التي تفتقت فيها قريحة أبي القاسم الشابي كانت فترة زاخرة بالنضال، النضال على جبهات وعلى وجهات عديدة، النضال السياسي. فهذه الفترة هي التي التأم فيها المؤتمر الأفخاريستي، وهي الفترة أيضا التي احتفل بها النظام الاستعماري بمرور 50 سنة على الحماية، على انتصاب الحماية في تونس، وهي كذلك الفترة التي برز فيها الحبيب بورقيبة وحركة الحزب الجديد. ولا ننسى أن سنة 1934 وهي السنة التي توفي فيها أبي القاسم الشابي هي السنة التي انبعث فيها الحزب الاشتراكي الدستوري في 2 مارس 1934. وكذلك لا ننسى أيضا أنها الفترة التي ظهرت فيها الحركة النقابية الوطنية مع محمد علي ومع المنظر لهذه الحركة والمؤرخ لها والمجدد أيضا للأدب الطاهر الحداد. وكذلك لا ننسى أن هذه هي الفترة التي ظهر فيها التجديد في الأدب التونسي، وظهرت فيها حركة تجديدية هامة، وكانت الفاصل بين الحركة القديمة والأدب القديم والأدب الجديد والنظرة الجديدة للشعر وللأدب بصورة عامة. فكل هذه الأرضية وكل هذه الظروف التي عاشها وتفاعل معها أبو القاسم الشابي هي التي مع عبقريته بطبيعة الحال هي التي أعطت لشعره هذه الشحنة
الثورية أولا، النضالية التي فيها الحساسية المفرطة لكل من تاب شعبه من فقر وجهل ومن فقدان للسيادة، وكذلك هي فترة وهو شعر فيه أيضا الأمل، لأنه يجب علينا أن لا ننظر إلى أبي القاسم الشابي الوجهة التي ثار فيها على الأوضاع الفاسدة وأراد أن يقلب كل ما في المجتمع، ولكن أيضا يجب أن نتذكر أن أبي القاسم الشابي هو الذي استشفى الصباح الجديد من خلال كل هذه المآسي التي كانت تحف بالشعب التونسي في ذلك الوقت، وهو الذي قال كلمته فيما يخص نضال الشعب. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقائد أن ينكسر. من المعروف أن أبو القاسم الشابي قد ولد سنة 1909 وتوفي سنة 1934، وفي خلال هذه المدة تنقل مع والده في عديد المدن التي كان أبوه يشتغل فيها قاضيا، واستقر بالعاصمة كطالب في الزيتونة منذ سنة 1920، أي إثر الحرب العالمية الأولى مباشرة. وحياته الأدبية تبدأ تقريبا من هذا التاريخ، من حيث تأثره بالدراسة وبالمطالعة وبالامتزاج في الحياة الاجتماعية والأدبية في العاصمة، والتي كانت تختلف اختلافا كليا عما هو في المدن داخل البلاد. ربما لاحظنا أن الشابي وإن كان قد عاش حياة سعيدة محاطا برعاية والديه وكان يحبانه حبا عميقا وكانت بادل معهما ذلك الحب، فإنه ما كان لينطوي على تلك السعادة التي قد عاشها، بل عاش كما قال هو مطلعا بأحزان الشيبة والشباب، مطلعا بمكان قصيه وطنه ومكانة قصيه الشعوب بصفة عامة. فأبو القاسم الشابي قد ساهم في السنوات الأخيرة من حياته، وعلى التحديد منذ 1929، في الحياة الوطنية بأشكال مختلفة. لم يكن الشابي بحكم تحرره الفكري لينضم إلى الحركة السياسية الرجعية في ذلك الوقت، لذلك تجاوب تلقائيا مع حركة محمد علي، ويوجد في ديوانه ما يثبت ذلك، وخاصة قصيدته تونس الجميلة التي قالها إثر اعتقال محمد علي، وفيها يقول: كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه أخمد صوته الإلهي بالعسف أمات صداحه ونواحه، هكذا المخلصون في كل صوب رشقات الردى إليهم متاحة. مذكرة الشابي ورسائل الشابي من أهم ما بقي لنا من شاعرنا الكبير، إن هذين الأثرين من أهم الآثار التي بقيت لنا من الشابي، وإن كانت في الحقيقة آثارا كتبها صاحبها بطريقة عفوية، هي ليست كالشعر ينقحه ويهذبه ويشذبه ويجمله، هذه الأثار المذكرات
والرسائل كتبت كتابة عفوية، والدليل عليها أسلوبها وأيضا طبيعتها وترفتها، وفي بعض الأحيان يمكن أن نقول أيضا الفطريتها إن أمكن التعبير. هذه المذكرات في الحقيقة لا تنسحب إلا على 5 أسابيع، بدأها صاحبها في بداية جانفي سنة 30 وانتهى بها إلى آخر أسبوع، إلى آخر يوم من الأسبوع الأول في فيفري من السنة نفسها. أما الرسائل فتنسحب على 4 سنوات على الأقل وبعض السنة، إذ هي تنطلق من سنة 29 من جويلية 29 وتصل حتى أوت سنة 34 في الحقيقة قبيل موت شاعرنا بشهرين أو 3. وتوجد أيضا نظرات أدبية عميقة في رسائله عندما كان يخاطب المرحوم محمد الحليوي ويستنفره كي يعرفه بالأداب الأجنبية، ونحن نعرف أن الشاب لم يكن يعرف اللغة الأجنبية وكان كما يقوله يطير بجناح واحد، فكان إذن للمرحوم محمد الحليوي دور كبير في ثقافة الشاب حسب رأيي. ونجد أيضا هذه الفكرة في المذكرات، الشاب إذن له حساسية أدبية عجيبة، وهو في الحقيقة لم يعش مدة طويلة كما نعرف، توفي سنة 34 ولي سنة 79 ألف، إذن عاش في الحقيقة 25 سنة، فكل ما نجده عنده يلفت النظر ويعجب ويبهر، وهو أمر غريب أن يكون رجل لم يمتد به الإنتاج الأدبي أكثر من 8 سنوات فقط، أي أنتج مدة 8 سنوات وترك لنا هذه الآثار العجيبة التي ما زالت تستدعي منا تدقيقا وتمحيصا وتعميقا. لا أعرف أن الشابي كان يحفظ شعره، وكان دائما وأبدا يقول أن شعره أنه نظمه في كذا، ولكنه لا يتلوه علينا، إنما كنا نطلع عليه فيما بعد. درس الحقوق ولم يتولى المناصب لأنه كان لا يرى مناسبة بينه وبين وظيفه كقاضي، فكان يقول لي كيف تريد منه أن أكون قاضيا وأنا شاعر، وهذا لا يتفق مع شعري. السؤال الأساسي أو المبحث الأساسي الذي ينطلق منه الشابي هو: قد تفكرت في الوجود فأعياني وأدبرت آيسا لظلامي، أنشد الراحة البعيدة لكن خاب ظني وأخطأت أحلامي، فمعي في جوانحي أبد الدهر فؤاد إلى الحقيقة ضابط. حاولت إذن أن أسائل هذا الظمأ إلى الحقيقة. وطبعا تطبيق المنهجية الفلسفية على الشعر عسير، لكن حاولت باستعمال بعض الإحصائيات أن أبين نظرية الوجود ونظرية المعرفة عند الشابي، واكتشفت بسرعة ما يلي. أولا اكتشفت أن مفهوم الوجود عند الشابي مفهوم له 3 تمظهرات. التمظهر الأول هو الكون بما هو زمان ومكان، والتمظهر الثاني هو الطبيعة بما هي جمال واختلاف، والتمظهر الثالث هي الحياة بما هي فعل وانفعال وإحساس. بحيث إن كل أحاديث الشابي الشعرية عن الوجود تدور حول هذه المفهومات 4: الوجود، الكون، الطبيعة والحياة، وكذلك حول أضدادها، فضد الوجود العدم، وضد الكون الفساد، وضد الطبيعة المجتمع والتاريخ الإنساني، وأخيرا ضد الحياة الموت. فإذا حددنا جدلية هذه المفهومات 8 نجد نظرية الوجود عند الشابي، والتي تتلخص في تصور الوجود كأنه إله فنان، أفعاله هي خلق وإبداع فن. أما نظرية المعرفة أو تصور المعرفة أي علاقة الإنسان بهذا الوجود فهي كذلك تدور حول مفهومات 8 أخرى. فالإنسان في علاقته بهذا الوجود يمكن أن يكون في علاقة بالأبعاد الإيجابية من الوجود، أعني الوجود والكون والطبيعة والحياة، فيكون عندئذ شاعر فيتصل به بقلبه وشعوره وحبه وفنه، ويمكن أن يكون عالما أو فيلسوفا فيتصل مقابل القلب العقل، مقابل الشعور التفكير، مقابل الحب العلم، ومقابل الفن التقنية.
فإذا حددنا من هنا نظرية علاقة الإنسان بالوجود أو نظرية المعرفة، نجد أن المعرفة تجعل الإنسان ذاتا مقابلة لذات الإله، وهي أيضا ذات فنانة تتصل بالذات الإلهية اتصالا عميقا. الآن كيف يمكن انطلاقا من هذين المفهومين للإله وللإنسان أن نحدد موقع الشاب من الوجدان العربي؟ كثيرا ما سعى بعضهم إلى تفسير شعر الشاب إما بتأثير الرومانتيقية أو بتأثير المدرسة المهجرية. حاولت أن أبين أن التأثير الأساسي الذي يمثل النبض الأساسي في هذا العمل هو البعد الصوفي من القرآن ومن شعر المتصوفة، وطبعا سأبين ذلك خلال الدراسة، بحيث أن شعر الشابي هو شعر تصوفي يؤمن بوحدة الوجود الجمالية لا بوحدة الوجود الدينية. وحرام عليك أن تهدمي ما شاده الحسن للفؤاد العميق، وحرام عليك أن تسحقي آمال نفس تصبو لعيش رغيب، وحرام عليك أن تسحقي آمال نفس تصبو لعيش رغيب.